كيف نطفئ غضب الله سبحانه وتعالى بتصرف بسيط جدا جدا جدا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، كيف تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى؟ والله حديث مؤثر جدا أيها الأحبة، من يفهم هذا الحديث لا يتركه أبدا، يتذكره كل يوم ويعمل به كل يوم. الله عز وجل أيها الأحبة يغضب غضبا شديدا عندما تنتهك حرمة من حرمته عز وجل، عندما تنظر إلى ما حرم الله هذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى، عندما تأكل حق أخيك هذا الأمر يغضب الله عز وجل، عندما تسيء لإنسان هذا العمل يغضب الله، عندما تزني الله يغضب، عندما يرتكب الإنسان ما يسمى بالشذوذ الجنسي، أو عندما يسيء معاملة الآخرين الله يغضب. طيب، نحن الآن أيها الأحبة إذا تأمل كل واحد فينا حياته، كل واحد فينا إذا تأمل حياته أحبتي في الله يجد أنه يقوم بأعمال تغضب الله كل يوم للأسف، وقلما نجد شخص يسلك السلوك الصحيح الذي يرضي الله. هذا الأمر قليل جدا. كمثال على ذلك الكذب يغضب الله، الكذب عندما تكذب الله يغضب عليك، عندما تعق أباك أو أمك بكلمة اعتبر أن الله قد غضب عليك، عندما تغش الآخرين في سلعة، عندما لا تفي بوعدك تخلف الوعد أيضا الله يغضب. طيب، كيف نطفئ غضب الله سبحانه وتعالى بتصرف بسيط جدا جدا جدا؟ علاج نبوي أهدانا إياه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، هو هدية من هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. تصرف بسيط عبارة عن مبلغ بسيط جدا، مبلغ بسيط جدا تضعه في يد إنسان محتاج من دون أن يعرف أحد، بينك وبين الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا هذا الأمر بشكل رائع جدا، كلمات رائعة جدا فيها إعجاز أيضا. قال عليه الصلاة والسلام انظروا كم كلمة، انظروا كم كلمة ولكن النتيجة هائلة جدا. صدقة السر تطفئ غضب الرب، خمس كلمات، خمس كلمات تطفئ غضب الله عز وجل ويتحول هذا الغضب إلى رضا. سبحان الله، هل هناك أرحم من هذا النبي أو أكرم من هذا النبي؟ طيب، أنا الآن مهما كنت فقيرا أستطيع أن أتصدق بشيء بسيط ولو تمرة. التمرة اليوم ما هي قيمتها؟ حتى الفقير يستطيع أن يأتي بتمرة، أن تضع تمرة في فم جائع، فم يتيم، فم إنسان محتاج. صدقة السر تطفئ غضب الرب، ولكن هناك شرط أحبتي في الله، انتبهوا. الشرط الأساسي هو السر، سر الاستجابة أن تكون الصدقة سرية بينك وبين الله، لا أحد يعلمها ولا تتحدث مع أحد ولا تنتظر مكافأة ممن تتصدق عليه، لأن بعض الناس عندما يتصدق على إنسان هذا الفقير قد يتذمر وقد يقول في نفسه يعني أنت لم تجد سوى
أن تعطيني مثلا هذا الشيء القليل، يتذمر وربما يشتم من يتصدق عليه، ربما أنت تتصدق على شخص وتتلقى منه أذن وشتيمة ويتحدث في غيابك بما تكره. يجب ألا تنتظر المكافأة منه أو الشكر، يجب ألا تغضب ولا تترك فعل الخير إذا أساء إليك من تتصدق عليه، ويجب ألا تمنن هذا الشخص، يعني تجلس وتقول أنا أعطيت فلان، أو حتى تخاطبه وتقول أنا أعطيتك، هل تذكر يوم أعطيتك، هل تذكر يوم أطعمتك، هل تذكر يوم كذا. هذا الأمر أيها الأحبة يأكل هذه الصدقة، تنتهي هذه الصدقة. إذن صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذه خمس كلمات تضمن بها إن شاء الله أن الله يرضى عنك وأن غضب الله ينطفئ. وانظروا إلى التعبير النبوي، تطفئ، يعني كأن غضب الله سبحانه وتعالى نار، لأن من يغضب عليه الله سيصلى نار جهنم إن لم يتب، إن لم يتصدق. ثم انظروا إلى الميت عندما يقترب من الموت. أخي الحبيب، رجاء فكر معي فقط، أنا سأموت وأنت ستموت. الموت ماذا يطلب الميت قبل أن يغادر الحياة؟ قال ربي لولا أخرتني من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. لحظة الموت ماذا يقول الإنسان؟ يجب أن تتوقع هذه اللحظة وتستعد لها. لا ينفع الندم. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أول شيء يطلبه من يشرف على الموت أن يعود للدنيا ليتصدق. لماذا؟ لأنه بمجرد أن جاء ملك الموت انكشف الغطاء عنه، فبدأ يرى ثواب الصدقة، وبدأ يرى كم هذه الصدقة ترفعه عند الله وتكفر الذنوب. الصدقة أيها الأحبة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. بالصدقة، الصدقة هي دواء وهي علاج للهموم والمشاكل أيضا أحبتي في الله. حتى علميا، والله أيها الأحبة علميا، اذهبوا إلى الدراسة التي تحدثنا عنها آنفا، أن العلماء وجدوا أن الذي يتصدق بالمال يكون أكثر سعادة ممن يأخذ هذا المال، وبالتالي من يتصدق فإنه يستفيد نفسيا ويستفيد حتى طبيا، نظامه المناعي يكون أفضل، ويطفئ غضب الرب ويكون في الآخرة من الفائزين، ويتجنب الندم يوم الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.